من جديد برحب بيك ساره، برحب بيك كابتن هيثم. كل يوم عيد، كل يوم انجاز، ده قدر النادي الاهلي وده قدر كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. مدينه المائد باب، النادي الاهلي يفتح المائد باب جميعا ويفتتح نادي اهل الاقصر، ومعانا واحد يعني من الجنود المعلومه وليست المجهوله، ويعني صاحب دايما الجهد الوفير، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. الف مبروك يا فندم، واعتقد ان احنا كلنا محظوظين، يمكن ما شاهدناش انشاء النادي الاهلي في اول الطفره دي، لكن النادي الاهلي بيغزو الصعيد، اعتقد ده انجاز كلنا محظوظين ان احنا بنحضره. طبعا الحمد لله، احنا بنبارك الف مبروك لاهل الصعيد، الف مبروك لاهل الاقصر، ان شاء الله تبقى بدايه زي ما كابتن خطيب قال، زي ما سياده الوزير اشرف صبحي قال، الف مبروك لاعضاء الجمعيه العموميه، وان شاء الله باذن الله عقبال فرع التجمع الخامس عشان خاطر الاهلي يكون حقق جزء من احلام وطموحات جماهيره، جزء من احلام وطموحات جمعيته العموميه. الحمد لله، يمكن زي ما قلنا قبل كده كابتن خطيب ببرنامجه الانتخابي من اول يوم 1/1/2018 لغايه وقتنا هذا، احنا بنسابق الزمن، بنسابق الزمن عشان خاطر اعضائنا، بنسابق الزمن عشان خاطر جماهيرنا، بنسابق الزمن عشان خاطر بلدنا. يمكن احنا قلناها قبل كده، فرصه مؤسسات دوله قويه، فرصه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبني وبيتحرك زي ما سياده الوزير قال، زي ما كابتن الخطيب قال، فرصه اللي مش هيستغل هذه الفرصه في وجود رئيس دوله قوي مش هيبقى عنده فرصه تاني يستثمر، مش هيبقى عنده فرصه تاني يبقى مواكب التنميه اللي بتحصل. النادي الاهلي دايما سباق، يمكن هنقول برضو تاني، اول مؤسسه فكرت بره الصندوق، اسم النادي الاهلي كبير، اما بيستغل في اي مكان بيعمل حركه كويسه الحمد لله. يمكن النهارده وجود اسم النادي الاهلي في جنوب الصعيد، ده دور النادي الاهلي الوطني كمؤسسه رياضيه وطنيه دايما بتشتغل في ظهر مؤسساتها، في ظهر الدوله المصريه بمنتهى القوه الحمد لله. مش على الرياضه بس الحمد لله، احنا يمكن 2020 كانت سنه خير على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه والعاملين. طبعا زي ما انتم شايفين يعني جهد بيبذل من اصغر عامل لغايه رئيس النادي، تعاون في كل المجالات، اعضاء جمعيه عموميه على اعلى مستوى، ناس عايزه دايما الافضل، جمهور ملوش حدود في طموحه. فيعني ربنا يقدرنا ونقدر طول ما احنا موجودين نقدر نعمل حاجه لغايه لما نسلم الرايه اللي بعدينا، لان هي دي سنه الحياه، لازم حد يستلم الرايه، لان احنا بنوصل لمرحله بنقول خلاص احنا تعبنا، فربنا يكرم ان شاء الله. ده السؤال، يمكن جمهوركم وكل عشان النادي الاهلي صعب عليكم المهمه، مفيش مستحيل، مفيش حاجه هم مش متوقعينها من مجلس اداره النادي الاهلي، اللي جاي ايه؟ يعني سقف الطموح اعتقد عالي قوي. لا، ما هو اللي جاي ان شاء الله باذن الله، انت عايز العشره افريقيا ان شاء الله باذن الله، عايز الدوري ال 43، عايز السوبر الافريقي ان شاء الله، عايز السوبر المصري وقت ما لجنه الكوره تحدده، انت عايز كل البطولات مش الكوره بس، انت عايز بطولاتك كلها في كل الالعاب، عايز احسن انشاءات، عايز توسع تبقى موجود في كل الصعيد، عايز تتوسع تبقى موجود في بحري، عايز اهالينا النهارده يمكن شفنا مكسبنا كاس افريقيا من 7 سنين غياب، الشارع المصري كله نزل بيحتفل بفرقته، الشعور ده محدش يحسه غير يعني اللي دايما عايز يبقى الاول، عايز يبقى بطل. فيعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يتم بالخير علينا، وانا سعيد جدا، ولازم نشكر شركه استادات بكل اللي عاملين فيها مجهود غير عادي، مجهود جبار. احنا الكلام ده عملناه في 25 يوم صممنا اللي احنا نفتح اول واكبر مشروع لشركه استادات اللي هو اهلي الاقصر، عشان نبدا بعد كده يبداوا بعد كده يخشوا في سيتي كلاب ان شاء الله على بدايه الشهر 4، هتلاقي فيه مشروعات تانية بتفتح. يبقى اذا النهارده النادي الاهلي اسمه ده هو اللي هيحرك كل اللي جاي ان شاء الله. شكرا يا فندم، ودايما يا رب في تقدم وازدهار، ودايما في اعياد وافراح وبطولات النادي الاهلي.